رجل الدين والسياسي العراقي سماحة السيد عمار الحكيم، السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني البداية من الإطار، لعبت دور مهم رغم رفضك المشاركة بالحكومة، لكن دور كبير قد يكون الأكبر في أنه الإطار التنسيقي يستطيع تمرير هذه الحكومة، عرّب الدعم الخليجي، يعني كل المساعدات. حتى في لحظة غمرت بعلاقتك بسماحة السيد مقتدى الصدر، ما الذي دفعك إلى لعب هذا الدور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللأعزاء المستمعين والمشاهدين. يعني بالحقيقة العراق بعد 20 سنة من التجربة الديمقراطية والإرهاصات الكبيرة التي مرت به على مستوى الصراع السياسي، على مستوى الإشكاليات المجتمعية والمكوناتية التي حصلت، وأيضا الإرهاب الذي دب في بلادنا بشكل واسع واستغل كل هذه الصراعات والإشكاليات للفتك بشعبنا، بعد 20 عام من حق العراقيين أن يشهدوا الأمان والاستقرار والازدهار والرخاء لبلادهم. الصراع السياسي قد يعنى به القوة السياسية الفاعلة في المشهد، لكن المواطن البسيط هو غير معني بهذا الصراع. فكنت حريصا على أن أبذل كل ما في وسعي من جهد لتقريب وجهات النظر، لتخفيف حدة التوتر بين القوى السياسية، ولا سيما في عملية انتخابية كانت مخرجاتها غير متوازنة. من المعروف أن ثلثي الناخبين لم يشاركوا في الانتخابات، والثلث المشارك ثلثي أصواته لم ينتج مقعدا واحدا، فكل الفائزين يمثلون ثلث الثلث، أي 10% من الناخبين. هذا يعني أن مخرجات هذه الانتخابات لم تكن تمثل قاعدة شعبية واسعة في ظل إحباط شعبي وتوقعات غير مستجابة من العملية السياسية بشكل عام، توقعات شعبية غير متحققة. كان يجب أن ننهي هذا الجدل السياسي بأسرع ما يمكن على يعني مسار معين يفضي إلى تشكيل حكومة لتبدأ بتقديم الخدمات للمواطنين.